في أوكرانيا عادت المحطات النووية لتكون في صلب الصراع بين روسيا من جهة وأوكرانيا ومعها الغرب من جهة أخرى، وعلى ما يبدو فإن مصير رقعة الأرض الكبيرة هذه ستكون حاسمة بشكل أو بآخر في مصير الحرب. إنها زابوريجيا، تاسع أكبر محطة نووية عالميا والأكبر في أوكرانيا وأوروبا. يعلم الروس جيدا أهمية هذه المحطة صنيعة العصر السوفيتي قبل أن تصبح أوكرانية بأحكام الجغرافيا وتفكك الاتحاد. مفاعلاتها الست تغذي 40 مليون منزل وتمد 5 البلاد بالطاقة. لكن الحالة تغير، حولت الحرب مصنع الطاقة هذا إلى قنبلة موقوتة، والروس جعلوا منها قلعة يتحصنون بها ويختبئون ويخبئون أسلحتهم تحتها بحسب اتهامات كييف. للأسف دائرة الحرب لم تستثني المحطة النووية من القصف، ويمكن القول إن حدوث أي سيناريو مما سنذكره تاليا سيجعل زاباروجيا تستعيد ذكرى كارثة تشيرنوبل القريبة منها والتي وقعت في الثمانينات. الاحتمال الأول أن يتوقف تدفق تيار مياه التبريد الضرورية لعمل المفاعلات، والنتيجة ضغط كبير داخل أحدها يتسبب بحدوث انفجار هائل وتسريب إشعاعي عال. لنتخيل سحابة من نظير السيزيوم 137 المشاع يمتد قطرها على مساحة 260 كيلومترا. هذا السم الخفي لن يفرق بين العدو والصديق، وأثره سيبقى محسوسا لسنوات على البشر والحجر. وهنا المفارقة، فالجزء الجنوبي الشرقي من هذه الدائرة بيد الروس، بينما الجزء الشمالي الغربي بيد الأوكرانيين. وما لا يمكن تخيله هو حدوث انفجار بسبب قصف صاروخي على أحد المفاعلات أو النفايات النووية، وغالبا ستكون هذه النتيجة. إذا سمحت دول إرهابية لنفسها بالتجاهل التام لمطالب المجتمع الدولي، وخاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس، فإن هذا يشير بوضوح إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بحقها. أي حادث إشعاعي في محطة زابوريجيا يمكن أن يكون ضربة لبلدان من الاتحاد الأوروبي وتركيا وجورجيا ودول أخرى من مناطق بعيدة.